السلام عليكم. اليوم نشوفوا الصفحة 193، هذه التتمة ديال النص الوظيفي رحلة مفيدة من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي. عندما حان موعد المغادرة لمواصلة الرحلة قالت الأستاذة: شكرا لكم، لقد نظفنا المكان كي يستمتع به من يأتي بعدنا. وكان علي قد أحضر معه أوراق الرسم وأقلام التلوين، فاقترح على الأستاذة أن يكتبوا عدة لافتات ويعلقوها في أماكن بارزة حتى يقرأها المتنزهون ويحافظوا على نظافة الأماكن التي يتنزهون فيها. كتب علي وزملاؤه عدة لافتات تحمل العبارات الآتية: البيئة للجميع، نظافة الأماكن السياحية تعكس صورة الوطن وأبنائه، حافظوا على نظافة بيئتكم وسلامة منتزهاتها. علق الأطفال اللافتات ثم غادروا إلى مكان آخر بعد أن أخذوا معهم أكياس الخمامة لرميها في الأماكن المخصصة لها. هذه تتمة ديال ديك الرحلة المدرسية اللي مشاو فيها التلامذ. قال لك نذكركم بالنص: في يوم ربيعي وقد ارتدت الارض ثوبها الاخضر المزركش بالازهار، قررت مدرسه علي تنظيم رحله الى الطبيعه، واعطت الاستاذه لتلاميذها ارشادات لتكون الرحله امنه ومفرحه. داك الشيء علاش قالت لهم خصكم تجيو في الوقت. وهذه الصباح اشعل علي حماس زملائه عندما بدا يغني اغاني حماسيه، ولكن من وصلوا ذاك المنتزه لقاوه باش بغاو يفطروا، لقاوه يعج بالنفايات، يعني فيه الزبل بزاف. قالوا: كيفاش غنستمتعوا وهاد الاوساخ حولنا؟ قالوا: ارى نظفوا هاد الازبال. هذه هي التتمه ديال هذاك النص اللي شفناه من قبل. عندما حان موعد المغادره بمواصله الرحله اللي بغاو يمشيو من ديك المكان اللي نظفوه، جمعوا القراعي وجمعوا داك الوسخ اللي كانوا خلاو الناس تما، ملي وصل الوقت باش ينوضوا فطروا وسالوا، قالت الاستاذه، قالت لهم الاستاذه: شكرا لكم، لقد نظفنا المكان كي يستمتع به من ياتي بعدنا. قالت له: دابا شكرا، كنشكركم لانكم درتوا البلاصه اللي كانت مسخه، ودابا كاع الناس اللي غادي يجيو لهاد البلاصه هادي غادي يستمتعوا بها. وكان علي قد احضر معه اوراق الرسم واقلام التلوين. كان علي جاب معاه من قبل فاش جا من دارهم، جاب معاه الاوراق ديال الرسم والملونات، فاقترح على الاستاذه ان يكتبوا عده لافتات ويعلقوها في اماكن بارزه. قال لها: استاذه، علاش ما ديروش بعض اللافتات باش نحسوا الناس بالاهميه ديال النظافه، ما يبقاوش يعملوا الازبال، حتى يقراها المتنزهون باش يقراوها ويحافظوا على نظافه الاماكن التي يتنزهون فيها. هي وافقت الاستاذه على فكره لانها فكره جيده. كتب علي وزملائه عده لافتات، كتبوا بزاف ديال اللافتات تحمل العبارات الاتيه: لافته فيها البيئه للجميع، يعني البيئه راه من حقنا ومن حقكم، يعني ما تخسرولناش الطبيعه ديالنا لانها ملك مشترك لنا كامل. نظافه الاماكن السياحيه تعكس صوره الوطن وابنائه، يعني الاماكن السياحيه اللي كانت نظيفه السياح اللي كيجيو اللي من خارج ارض الوطن كيقولوا: هاد الناس هادو المغاربه مثلا راهم مربيين ومتخلقين، وشوف يعني الاماكن اللي كانت مسخره كيقولوا: ترى الراس ديال المغاربه راه مسخ، كانت نقيه كيقول بانهم نقيين. حافظوا على نظافة بيئتكم وسلامة منتزهاتها. هذه لافتة أخرى. علق الأطفال اللافتات ثم غادروا، علقوا دوك اللافتات في الشجر ومشاو بحالهم إلى مكان آخر بعد أن أخذوا معهم أكياس القمامة لرميها في الأماكن المخصصة لها. قبل ما يمشيو هزوا معهم دوك الخناشي ديال الزبل اللي جمعوا باش يديهم يحطوهم في بلايص الأماكن المخصصة لها، ديك السلة ديال القمامة اللي كيكونوا محطوطين في واحد الأماكن خاصة. ونبني معجمي، نشوفوا المعجم من تحت. اختاروا لكل كلمة كتبت بالأخضر الشرح المناسب. مزركش، كيف يعني مزركش؟ هي مزوق، مزركش يعني مزوق مزين، إذا هذه هي الصحيحة ماشي مرتب، مزركش هي مزين. نفايات واش سلال ولا أوساخ؟ بطبيعة الحال هي الأوساخ. أشعل يعني أثار، ولا قال أشعل ما كتعنيش إشعال النار، وإنما أشعل الحماس، علي أشعل حماس أصدقائي، يعني بحال أشعل فيهم النار، بقاو غير كينقزوا يغنيو ويشطحوا وداك الشيء. إذا أثار ماشي قال، أثار حماسهم وحيويتهم. ثانيا قال لك أبين ما يسيء إلى جمال الطبيعة. شنو اللي كيتعدى على جمال الطبيعة؟
واش خرير المياه؟ خرير المياه هو صوت المياه. واش تغريد الطيور كتعدى على الطبيعه؟ ابدا، هذو بجوج هما من اهم حوايج كاينه في الطبيعه. واش رمي الاسبال ولا النسيم العليل؟ بطبيعه الحال رمي الاسبال بوحدهم من هذه العناصر كامله اللي كتعدى على جمال الطبيعه ويسيرها. هادو كاملة من مكونات الطبيعه. ندوزو للسؤال الاخير، نشوف شنو مطلوب منا. قال لك اكملوا عائله كلمه رحاله، العائله ديالها رحاله، راحل مثلا، رحالة. هل الرحالة ابن بطوطة اللي كان يجول العالم كله؟ رحيل. رحلة. ارتحل. رحال. رحال هي ديك الأمتعة ديال السفر، راه مذكورة في القرآن في سورة سيدنا يوسف، من قال لك وضع ذاك اللي كيعبروا به ديال الملك في رحال أخيه، يعني بداك الحوايج ديال خوه باش يخليه عنه. رحال. ارتحل. رحلة. ارتحل هي رحلة، الرحلة. رحالة. حالة هو بحال ابن بطوطة، اللي دا الرجل الدائم الرحيل، رحيل سفر. هذه صفحة 193 كملناها، انتهى.